تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين كافة المواطنين البحرينيين الكرام بضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الوزارة مسبقا حول عدم السفر نهائيا إلى لبنان، وذلك لحمايتهم من التعرض لأي مخاطر، داعية إلى مغادرة الأراضي اللبنانية حفاظا على سلامتهم. ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع سفارة مملكة البحرين في دمشق في الحالات الطارئة على الأرقام الظاهرة على الشاشة.